أرحب بضيفنا من بغداد الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية. دكتور عدنان، مساء الخير، مرحبا بك معنا. هل نحن أمام خطوة ضغط من الصدر، خطوة مناورة ربما تشبه خطوات خلال أو لجأ إليها الرجل خلال السنوات الماضية، أم نحن ربما اليوم أمام توجه جديد فعلا من الرجل؟ نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك العزيز ومشاهديك الكرام. لا، واضح اليوم الإجراء الذي قام به السيد الصدر هو إجراء حقيقي. يعني قبل أن يقدم على هذه الخطوة كان قادة الإطار ومسؤولين الإطار والمراقبين الحدث وحتى من مكتب السيد يشير إلى أن السيد عازم على أن يسحب نوابه وعازم على أن يكون جزء خارج العملية السياسية. هذه كانت أخبار مسربة وحقيقية. أعتقد اليوم السيد الصدر أراد أن يذهب إلى المعارضة مع السيادة ومع الكردستاني، لكن السيادة برأي السيد الحلبوسي وأيضا الديمقراطي الكردستاني برأي السيد عبد الله شخوان أشاروا إلى أن الكردستاني والسيادة لن يأتوا لكي يكونوا معارضة، إنما يريدون أن يشاركوا في الحكومة كلما تكون هناك إمكانيات تشكيل حكومة فهم مع الأكثرية. وقد أعلم السيد الصدر بأنهم لا يفضلون الذهاب إلى المعارضة ولا يعيدون تجربة يعني مقاطعة السنة والكرد لمقاطعة السنة والحزب الديمقراطي الكردستاني للعملية السياسية أو لتشكيل الحكومة. فلذلك الصدر وجد نفسه أمام حلين لا ثالث لهما، أما أن يتنازل وهذا صعب جدا أمام مشروعه، أمام إصراره على مشروعه، وأمام الانسحاب من العملية السياسية نهائيا حينما كما يوصفها إلى أن يغير الله ما يشاء. فلذلك هي محاولة من الصدر للنأي بنفسه عن ما تقدم به، وهي محاولة حقيقية وجدية، وسوف يراقب، لديه أوراق عديدة يستطيع أن يتحرك عليها من أجل الضغط على الحكومة القادمة، وأيضا لديه أوجه معينة في مسائل تتعلق بالضغط على الحكومة، ليس فقط على مستوى التظاهرات، حتى على مستوى الضغط الشخصي، هذا الأمر معروف. لكن أنا أعتقد اليوم نحن أمام تسارع في تشكيل حكومة، نحن أمام مسؤولية جديدة، تحالفات جديدة، اصطفافات جديدة، كل شيء أصبح من الماضي، المبادرات أصبحت من الماضي، التحالفات أصبحت من الماضي، نحن الآن أمام توجه جديد، اصطفافات جديدة، لعل بعد عيد الأضحى المبارك ستتوضح صورة هذه الائتلافات وصورة القوة النيابية الكبرى التي سيترشح منها رئيس الجمهورية، لذلك المفاوضات قادمة وقابلة لأن تتحول إلى أدوات لائتلافات حقيقية تشكيل أو للمضي قدما في حضور الجلسة التي سينتخب من خلالها رئيس الجمهورية. بالأكيد هناك مؤشرات جيدة بين الكرد، هناك مؤشرات جيدة بين المستقلين والإطار، هناك مؤشرات جيدة بين الإطار وحلفائه بالنسبة لعزم مثنى السامرائي والسيد بافل الاتحاد الوطني. كذلك نحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب في إقليم كردستان، قد تتغير معادلة إقليم كردستان نحو الاتحاد والديمقراطية بحيث تتغير موازين القوى والاتفاق بين القوى الكردية على مرشح بديل أو مرشح توافقي، لعل هناك أسماء مطروحة بهذا الاتجاه. فإذا هناك حلحلة واضحة، هناك صراع، هناك تسارع في مسألة التحالفات والائتلافات، وهذا ما يؤدي إلى تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية. لهنا لدينا حديث طويل، وما بعده سيكون الحديث أطول وأصعب مما يتصوره الآخرون. فلذلك نحن نتوقف أمام هذه لهذه الصعوبات دكتور عدنان، يجب أن تكون بتوافق كامل، بإئتلافات كاملة، بتوافق كامل.